هذا وقد ناقشت جلسة دور المؤسسة المالية في خفض الانبعاثات الكربونية لدى القطاعات الاقتصادية مشروع إصدار إعلان مبادئ شرم الشيخ للقطاعات المصرفية. ويأتي ذلك من خلال جذب أموال المستثمرين العالميين لمشاريع البيئة الخاصة بالتكيف في الزراعة والمياه لإفريقيا. على هامش فعاليات قمة المناخ COP27 أطلقت المؤسسات المصرفية الخاصة مبادرة برين تراست التي تقدم نموذجا متكامل يستهدف القطاع المصرفي المصري إطلاقه وتعميمه مع كافة المؤسسات في القارة الإفريقية. النهاردة الجلسة الحقيقة كانت جلسة هامة بتناقش دور المؤسسات التمويلية في دعم تحول الدول إلى الاقتصاد الأخضر ومعالجة التغيرات المناخية. إحنا اتكلمنا فيها على دور الدولة ودور الحكومة المصرية، بدءا من أن الحكومة المصرية كانت سباقة في إطلاق رؤية مصر 2030 وفي أخذ أو اعتبار البعد والمحور البيئي أحد المحاور الرئيسية في هذه الرؤية، وأن إحنا لا يمكن نحقق الأهداف الاقتصادية ولا الأهداف الاجتماعية من نمو وحماية اجتماعية وبطالة من غير ما نقدر نحن نراعي البعد البيئي ونحن نحافظ على الموارد الطبيعية بتاعتنا من أجل الأجيال القادمة. وخلال جلسة دور المؤسسات المالية في خفض الانبعاثات الكربونية لدى القطاعات الاقتصادية، تم مناقشة مشروع إصدار إعلان مبادئ شرم الشيخ للقطاعات المصرفية، وذلك من خلال جذب أموال المستثمرين العالميين لمشاريع البيئة الخاصة بالتكيف في الزراعة والمياه لإفريقيا. احنا النهاردة من COP27 شرم الشيخ بنعلن عن أول مبادرة تنفيذية لجذب الاستثمارات الخاصة التي تقدر بالتريليونات لمشاريع المناخ، بالذات مشاريع التكيف مع أضرار المناخ التي أصابت القارة الإفريقية وأدت إلى جفاف وأدت إلى تصحر وندرة مياه، نتج عنها وجود 250 مليون نسمة عند حد للجوع، بتعرض للجوع وللعطش. نأمل أن مبادرة برين تراست تكون ضمن إعلان مبادئ مؤتمر شرم الشيخ لتفعيل دور المؤسسات المصرفية في القارة الإفريقية. ورصدت الدراسات الدولية أن النظام المالي العالمي يحتوي على نحو 379 تريليون دولار، تستهدف المؤسسات المصرفية الخاصة الحصول على حصة بسيطة من هذه الأموال من خلال تطبيق منظومة وآلية برين تراست. هي منهج جديد، رؤية جديدة لكن قابلة للتفعيل وللتنفيذ، وهتتنفذ إن شاء الله من خلال بعض المؤسسات المصرفية في مصر مع المؤسسات المالية الدولية ومع خبراء ومع جهات التأمين، لضمان أن كل مشروع تكيف في القارة الإفريقية يفي بمتطلبات المستثمرين الخارجيين. برين تراست هيكون المبادرة اللي طالعة من داخل إفريقيا، من قلب إفريقيا، من المؤسسات المصرفية الإفريقية لتوفير التمويل اللازم لمشاريع الغذاء والمياه. انطلقت أكبر مسيرة منذ افتتاح قمة COP27 للمناخ من قلب مدينة شرم الشيخ للمطالبة بالعدالات المناخية. وأكد المتظاهرون من تحالف القوى المدنية لتغير المناخ ضرورة تحقيق العدالة المناخية، وشدد المتظاهرون والمشتركون في المسيرة على أهمية العدالة المناخية وتوفير التمويل لمواجهة الأضرار والخسائر. متوقعين ان صوتنا يوصل كمجتمع مدني بصفته مراقب في COP27 لقضيه العداله المناخيه، وتاثيرنا كمجتمع مدني تحالف على قضيه واحده وهي قضيه التغيرات المناخيه، وان الدول المتقدمه تساعد الدول الناميه فعلا بخطط تمويليه عشان تقدر تلبي احتياجاتها من الاستراتيجيات الوطنيه للدول الناميه الافريقيه. احنا بنوصل رساله ان احنا معا من اجل التنفيذ، احنا عاوزين نحقق العداله المناخيه، اللي عاوزين تعويض من الاضرار والخسائر اللي بتسببها الدول الصناعيه الكبرى لدول افريقيا ومنها مصر. احنا واقفين كلنا كمجتمع مدني بنتكلم على
حقوق المزارعين في نتيجة التأصد السلبي للتغيرات المناخية. احنا بنساعد فئات صغار المزارعين، وفئات صغار المزارعين في الانتاج الزراعي بيتاثروا جامد بسبب التغيرات المناخيه. ارتفاع درجه الحراره بتؤدي الى ضعف الانتاجيه وضياع المياه وتاثير كبير على تكاليف الانتاج. احنا النهارده موجودين عشان ننادي بالعداله المناخيه للقاره الافريقيه، وحضرتك زي ما حضرتك سامع الهتافات، القاره الافريقيه من اقل القارات تاثيرا بالتغيرات المناخيه ولكنها اكثر تاثرا بالتغيرات المناخيه، وعشان كده بنطالب بالعداله المناخيه للقاره الافريقيه خاصه، ونطالب الدول المتقدمه اللي هي بتسبب بالتأثيرات الضارة بالتعويضات المالية للقارة الأفريقية. إحنا تحالف جمعيات أهلية وتحالف شباب من أجل المناخ، من أجل جايين نتكلم عن قضية تغير المناخ وإزاي إن هي بتأثر علينا كشباب، بتأثر علينا كبيئة، بتأثر علينا كمجتمع مدني وكمجتمع عامة. جايين نطالب بالعدالة المناخية، لأن العدالة المناخية هي اللي هتمنعنا من الاحتباس الحراري، وهتمنعنا من الحاجات اللي هتحصلنا في المستقبل اللي إحنا مش شايفينها دلوقتي، بس إحنا شايفين بوادرها. إن إحنا دلوقتي إحنا في فصل شتاء، احنا مش حاسين بشتاء، فاحنا حاسين ببوادر المناخ اللي جاي علينا وتغير المناخ عامل ازاي. المسيره من صوت مصر، من صوت المجتمع المدني في مصر، يصل للعالم كله ان مصر تنادي بالعداله المناخيه، ونحن كمجتمع مدني معني بقضايا التغيرات المناخيه، فصوتنا صوت الدوله المصريه هو صوت عالي، هو وقوه المجتمع المدني في مصر بقوه الدوله المصريه.